باش نحكيو على الدوري ابطال افريقيا. نبداو الحديث مع الاتحاد المنستيري مع ضيوفنا اليوم طارق الزيادي، احمد الصالح، يا عمجد القبنطيني، وايضا مختار دبوس، ومعنا بالتليفون محمد امين الصيادي الناطق الرسمي للاتحاد المنستيري. شفنا بلاغ البارح في ساعه متاخره من الليل برشا احتجاجات على اليسار للفريق في الجزائر. امين، اهلا بك. مرحبا يا اسلام، مرحبا بضيوفك ومرحبا بكل مستمعين مسك. شكرا لك. شنو الامور؟ والله الحمد لله. الاهم حاجه هي انه جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري والناس اللي تنقلت الكل بما فيها اطار فني ولاعبين ومسؤولين واطار طبي روحوا لاباس، هذيك اهم حاجه، والبقيه الحمد لله اللي صار الحقيقه خلينا نحمد ربي اللي روحنا لاباس. هذاك اللي بيفات خلينا نعرف شنو صار. شفنا برشا فيديوهات في انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قدام ليفيستير، تهجم، شفنا محمود غربال وشهاب الجبالي في عركه خلينا نقولوا بونيه بالملاعبيه، اندي دولوز ظهر الملاعب كيف كيف نتاع الفريق الجزائري. خلينا نعرف شنو صار. فرحوا بالجماهير التونسية واستقبال يعمل كيف، هذا من ناحية نحكي كناس كجماهير. أما بالنسبة للي صار بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري، بدأ من وصولنا للجزائر كما تعرف احنا من المفروض يكون فما ملعب التدريبات، وخاصة الحصة النموذجية الأخيرة تكون في ملعب الرئيسي اللي باش نلعبوا فيه. ما رانا كان عطاونا ملعب ما يجي حتى شيء، معناها نحكيوا على التدريبات لهنا اللي هو الملعب الفرعي لنيلسون مانديلا، طلبنا تغيير، ولهنا نحكي على الاطار الفني وخاصه الاطار الطبي خايف على الجولات من لي بليشور، معناها من الاصابات. في النهار الثاني كيف كيف لعبنا في نفس الملعب، دربنا في نفس الملعب، وقت اللي جينا داخلين فهمنا في الاجتماع الفني انه لهنا وهذا اللي نعرفه انه فما 30 دقيقه تفصلنا على الملعب باش من مقر الاقامه نحو الملعب الرئيسي علي عمار الدويره. ما رأنا انه نتعدى الحافله بجنب في وسط الجماهير الجزائريه كما تعرف قبل المقابله، حتى ولو ما فيهم ما عندهمش نيه باش يضربوا الملاعبيه والا يعتديوا عليهم، لكن هذا صار الشتم، السب، القوارير، الحجاره، كل شيء صار على الملاعبيه. تصور انت داخلين قبلها، دونك يصير تاخير في الوصول للملعب التمارين. علاش؟ على خاطرهم كما قلت لك تعداو وما فماش تامين للحافله كما يلزم، معناها غريبه اللي ريناه. دخول دخلت الكار متاخره، معناها بالنسبه للاعبين دخلوا متاخرين ب 30 دقيقه، معناها تصور انت الوضعيه اللي عليها الملاعبين والمدرب وغيره. ورغم هذا حاولوا باش يحيطوا باللاعبين باش يبداوا يدخلوا مرتاحين، وتحيه للاطار الفني والاطار الطبي اللي جهزوا، والاطار خاصه الشبه الطبي اللي جهز الفريق باش ينجم يخوض المقابله. حتى الكوميسار دو ماتش طلبنا منه باش نوخروا المقابله، رفض تماما، وكيما التهديدات، معناها اذا ما تلعبش راهو باش يصير فيك ويصير فيك. دونك لعبنا المقابله نتاعنا، بدات المقابله، ما نحكيلكش شنو صاير في الجرادان، معناها انت تصور الملاعبيه فما شكون توفى برامو في الجرادان بالضبط في وهذا في ربع ساعه الاولى راهو سمعنا الخبر هذا، معناها تصور انت قاعد تلعب واحد من الجمهور الجزائري، واحد الله يرحمه احنا نترحم عليه، معناها الوضعيه راهي ما بين الدرك والجماهير الجزائريه، ما عندهاش علاقه بالجماهير التونسيه باش نعطيه صوره واضحه اللي موجود. لكن انت تصور الوضعيه اللي يلعب عليها اللي يلعب فيها التوانسه، المقذوفات اللي خلقهم ربي الكل ريناهم، شماريخ، رينا العاب ناريه، يقول لي ريتوهم انتوما زاد موجودين. معناها فما حتى برشا فيديوهات منتشره على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي باهي، اي بالضبط، هذوكم صور شويه من برشا راهو، معناها اللي موجود. احمد سليمان بالنسبه كحارس مرمى كي جات بجنبه، معناها حتى جاب شي وقف مد الورقه صفراء، يعني باش تفهم انت الوضعيه اللي عليها، معناها حتى بالنسبه للتحكيم هذا ما يهمش، نحكيو على ميدان. اللي صار من بعد بين الشوطين هو اللي خطير، على خاطر فما اعتداءات، فما محاولات على الاعتداء، فما لاعبين معينين حبوا يعتديوا عليهم كيما موزيس كيما احمد سليمان اللي خلاوهم على اعصابهم، معناها باش نكونوا واضحين. دونك توجهوا لهم، ما تعرفش شكون موجود في الزون ميكس، ما تعرفش الناس اللي قاعده تدخل، ما تعرفش اذا هما جماهير، اذا هما صحفيين، اذا هما اعلاميين، اذا هما من الاطار الفني، ما تفهم شيء. تلقاهم يجيو ويتهاجموا، معناها ترى ناس داخله ما تعرفش شنو السبب. شنو السبب امير؟ ما الاول هذا بين الشوطين ما فما حتى سبب، هذا اللي يبهتك، معناها فما توجه مباشر. اذا مشاو اللاعبين معينين الهدف واضح، معناه هو تبديتهم باش يضيعوا التركيز، هذا نجموا نتفاهموا، واحنا قبلناه وتعدينا الشيء هذا.
مشينا لعبنا الشوط الثاني. الشوط الثاني ألور لا اللي ريناه غريب جدا معناه اللي صار الحقيقة. ريتوا أنتم المقذوفات اللي ترمات الكور راهو كنقول لك إنه ما فماش شكون عنده كرة ما طيشاش في في الميدان معناه باش يضيعوا الوقت. بخلاف المقذوفات ريتو لي بومب لاكريموجين هنا المخطر انه دي بومب لاكريموجين موجودين في وسط التيران والملاعبيه والاربيتر ما حبش يوقف المقابله. امين في اخر المقابله دقيقه 90 شفنا الملاعب نتاع المستير تقريبا بالظهر يشتغل شنو صار برامو لاكريموجين تم القاء ملاعب نتاع المستير جاو هربين معناها من لي بومب الحكم زفر نهايه المقابله هكا ولا بالضبط هذاك شنو صار بالله, يعني بالله انت... امين بعد اذنك خلينا ناخذ فيها اللقطه راي مختار دبوس. والله التو تحكيميا الحقيقة أنا رأي سيامين خاصة في اللقطة هذه أي أنا حبيت أنا فما حاجتين نحب نقولهم. اللقطة هذه معناها دليل اللي كونوا الحكم الحقيقة كبرت عليه المقابلة ويظل أي حكم في الظروف هذيك وفي الليريني في الليجرادان وفي الضغط واللي فسرنا توا المسؤول في المستير معناها الحقيقة هاي حكم راهو باش يرخ وماذا به الجمعية حفاظا حتى على الأرواح نتاع زملائه باش 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 تكون الريزلتا في صالح الجمعية هذه. لكن أنا نحب نسأل سؤال زادة بربي قريتشي الرابور نتاع الحكم ولا الفيدو ماتش ولا شحكيه الاربيت ساعة أول حاجة الكاف قال الماتش يتعدم ريجل حتى لو كان الماتش ما صار فيه شيء راه إذا كان ما يعطيوكش السويعة ولا السويعة ونص مش ترينة في التوقيت المباراة في التيران تاع المباراة راه ذي الكاف تعاقب عليه. اللي رينيه الحقيقة ذكرني بماتش الكلوب والزمالك ما بعدش برشا على الكلوب والزمالك حبيت نعرف إذا كان يجاوبنا على تقرير الحكم ولا المراقب. أمين الحقيقة ما قلتوش شخصيا لكن الكوميسير دو ماتش قال راهو دونت كل شيء اللي صار كل دونه وتوجهنا له معناه حبينا ناخذ الحقيقه شنو بالضبط ما حبش مع الوضعيه اللي نحكي لك عليها على الضرب على خاطر احنا تو ما زلت ما رجعت لكمش شنو صار من بعد معناه للاسف راهو اي فما نقطه مهمه قبل سليم ما ننساهاش هي انه الانقطاع نتاع الانترنت والانقطاع نتاع الكوميونيكاسيون معناه انت تصور احنا كي طلعنا كيما تعرف انت لوفيسيال ما يلزمهمش يقعدوا في المان كورون دونك يطلعوا مباشره كلكو سوا صحفيين الاماكن نتاعهم العمل نتاعهم والا الناس اللي المسؤولين يمشوا للوج ولا يمشوا للجرادان. تصور انت ما تنجمش تخرج معناه ما تنجمش تتصل بالتليفون ما تنجمش تتصل بالانترنت وما تنجمش تهبط اللوطه معناها على خاطر البيبان مسكره وفما فوضى هي النجم تكون مش ضد المستريه ولا ما اي ما بالضبط ممكن في بعضهم هيك علاش ما خلوش البيبان تتحل معناها راهي فوضى عارمه هذه النقطه مهمه جدا. من بعد شنو اللي صار واحنا داخلين فما فيديوهات واضحين ريتو لي بومب لاكريموجين اللاعبين تاع الاتحاد الرياضي المونيسيري خرجوا هربوا من باش ينجموا يتنفسوا على خاطرهم اختناق حالات اختناق موجوده دونك خرجوا من الاربيتر ديريكتومون ظفر نهايه المقابله وقت اللي هما الملاعبيه البرا وهذا اللي ما فهمتوش ممكن سي مختار ينجم يعطينا الاجابه. النقطه اللي بعدها احنا داخلين يحكيوا مع الاربيتر راك ظفرت وما زالت ما فاتش البارتي كيفاش ظفروا الناس البرا وقتها جات الملاعبيه وجا الناس اللي مسؤولين وجاو يبعدوا في 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 الملاعبيه نتاع مستير هيكم تراو معناها في طيب مزياني وتراو فما دي فيديو هبطوا على اساس انهم كم سي بعد هذا وقتها صارت المشاحنات وبدات حاصلوا كي دخلوا للمانكورانت ما تعرفش شكون جاي تصور انت في السيارة نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري ناس دخلت لها ما تعرفهمش شكون معناها من من من, من الجزائر الجزائريين ما تفهمش شنو نحكي لك صحفيين محبين ما تفهمش تلمو العدد كبير معناه احنا من الاول وراه الحقيقه كي نحكيوا على المسؤولين يخموا في حاجه بركه هي سلامه اللاعبين لهنا بالنسبه لهم هما وكيفاش انه نحاولوا نبعدوا اكثر ما يمكن للملاعبيه على الخطر على خاطر ترى في 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 كراسي تطير وترى في, في 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 بنيه دونك هذا اللي صار وكي حتى كي توجهنا لهم حبينا راهو نعملوا ندوه صحفيه طلبنا منهم قلنا لهم وين الندوه الصحفيه نحبوا نتكلموا معناها هذا عادي جدا معناه ومعمول به قالوا ما فما شيء معناه ما حبوش ولهنا نلقاو انه المدرب الجزائري الفرنسي لفريق المولديه تصرح الورك بالنسبه اللي نحن ما فماش تصريحات معناه تفهم الوضعيه الكل ساعه مختاره بربي حبيت نسال انتم ما كتبتوش ما تستناوش الكوميسير لازمكم انتم تكتبوا وتوثقوا بالاحداث هذيا والى متى يجيونا لتونس مكرمين معززين يلعبوا ماتشهم ويروحوا بالورود وبالكل شيء والى متى نقعدوا نحن كي نمشيو لغادي كيصير فينا هذا الكل
معك على طول، وخاصة أني اللي بهتني الحقيقة مختار إنه بالنسبة للحافلة، معناه دخول الحافلة كما تعرف الأمن التونسي اللي ما يقرب حتى حد لحافلة اللاعبين والمسؤولين، معناه مباشرة تتجه مهما كان الميدان، معناه من ناحية الأمنية نظام ديما نحترموهم ونقدروهم واللي هو معناه مع احترامنا راه ونعاود نقول لجماهير الجزائرية، خاطر فما جماهير راي فرحت بينا باش ما نكونوا واضحين، باش ما كل حاجة تكون في 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 بلاصتها، لكن اللي صار خاصة في المانكورونت هو هذا اللي الحقيقة ما تفهموش. النقطة اللي قلت عليها من ناحية باش نجاوب على السؤال اللي سألوا بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري، بالطبيعة احنا باش ندافعوا على حقوقنا، وهذا عندنا 48 ساعة باش يتم إرسال الرابور والريكلاماسيون واللي هي حاضرة الآن باش تتبعث عنا، بالطبيعة فما أموال يلزمها تتصب في الكونت نتاع الكاف، إن شاء الله باش تتصب اليوم باش تكون على الأقل الدوسي نتاعنا كامل مكتمل. وإحنا هذي علاش الحقيقة نحب نشكر زادة سلطات الإشراف الجامعة والوزارة اللي اتصلت بينا مباشرة، وإن شاء الله الدعم الملف هذايا باش على الأقل لهنا نحكيوا على ممثل كرة القدم التونسية. ما نتصورش باش يبدل حاجة، فقط ما هو تظلم كهو الماتش وفاه والنتيجة تحسمت، معناها هما يعني معناها تتعاقب ما نتصورش حق هما الكاف زعام ظهر اللي كان فيها كان مع فرقة التونسية والترجي، خاصة شفنا حاجات حاجة من باب الإنسانية وصارت في شوبينام تاع إسبانيا، ماتش تلعب فما روح معنا تحت لاعبين كل رفضوا باش يواصلوا والمسيرين الكل وما حبوش يكملوا الماتش. احنا الله غالب روح تحت وماتش كمل. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك أمين على تدخلك معنا، يعطيك الصحة مرحبا وبالتوفيق ان شاء الله. فقط فنية معش عندي برشا وقت، طارق المقابلة كيف شفتها؟ الاتحاد المستيري معناتها فنيا كان إيجاري في اللعبة بتاعه، عجبني أنا الاتحاد الرياضي المستيري، معناتها عرف كيفاش يمتص الضغط خاصة من الأول بتاع الفريق المنافس، فريق ممتاز الحقيقة المستير، لكن نقصته اللمسة الأخيرة، نقصته كيف بالغ في الدفاع زي المستير ولا؟ لكن عمل دي زوكازيون، خلق دي زوكازيون دونك حتى الترانزيسيون، وفي كل مرة وين يعمل الانتقال من الحالة الهجومية الحالة الدفاعية، معناتها الحالة الدفاعية الحالة الهجومية، أشاك فوا يعمل اختار، أشاك فوا يوجع الفريق المنافس. دونك أنا الحقيقة عجبني المستير، مستير أم بون إيكيب، لكن حاجة بركة تونا لازم شوف راو في الأفريق يصير أكثر حتى من هك. أنت تقول لي إحنا تو مش في الأفريق، أنا في الجزائر، لكن في الجزائر أظن بالأدوار الأولانية لازمك تقرأ حساب كل شيء. لا لا طارق عنا سنوات ما شفناش اللي صار في الجزائر، سنوات لا سنوات. ما أنا معك، لكن نحن نحكيه على المستوى الإفريقي، على المستوى الإفريقي حتى في إفريقيا السوداء مشكلة بالطريقة هذه. ماجد أنت اللي صار المسير ما صارش عنده مدة، ماجد أنت تقول لي عنده مدة ما صارش أوكي، لكن لازم تقرأ حسابك. أما المسير باهي معناتها ست دقائق باش نحكيو على ترجي تحكيميا دوس. تحكيميا حتى الفوت اللي جابت الهدف الحقيقه فما دفع. تعرف انت كي تبدا انا وياك اللوطه في القاعه راه تدفعني، يمكن كان جاوا زوج في القاعه مش، لكن راكي تبدا في الهواء حتى ما تمسنيش الرخبيه، راهي الفوت موجوده باش ياخذ كل واحد حقه. ترجي يا احمد خلينا نسلك على ترجي يا فيتوسي يا باش نسلك على ترجي. وعندي سؤال معنا مش طايش لك الكلمه، السؤال نتاعي متعلق بتصريحاتك اللي قلت كاردوزو ما يبدلش ما يغيرش تقريبا نفس التشكيل قبل، شفنا التغييرات هذوما في الماتش هذا البارح، شفنا برشا ملاعبيه ما شفناهمش قبل كما كنا تيل عزوني، حتى في التغييرات كيف شفنا ملاعبيه اخرين، ما ادري هذا الفريق حافظ على النسق نتاعو وعلى الفرجه على الاهداف. ايه كان حبيت ما يغيرش في مناسبه هكا وضد فريق هكا، معناتها هو التغييرات اللي عملها كاردوزو حطته في ورطه، لانه الملاعبيه اللي هبطها معناتها ملاعبيه عطاو الاضافه وخاصة في وسط الميدان. أنا ريت الترجي الرياضي التونسي عمل 20 دقيقة من أعلى طراز، رغم أن المنافس ضعيف والمنافس لا يمكن تقييم الترجي الرياضي التونسي ضد منافس تقريبا ما عنده حتى كاليتي، ما عنده حتى شيء، معناتها منافس ضعيف وضعيف جدا، لكن الترجي خرج برشا إيجابيات في الماتش هذايا، اللي هو يعني وسع هامش الاختيارات بالنسبة للمدرب وحطوا
في معناتها وضعية نتاع اختيار صعيبة برشا. انت كنت تهبط كوناتي والعزوني معناتها اعطوا اضافة كبيرة خط وسط ميدان ورينا وسط ميدان الترجي التونسي وسط ميدان خلاق وسط ميدان مبدع صعبوا الخيارات على كاردوزو صعبوا الخيارات كثيرة على كاردوزو لأنهم اعطوا اضافة كبيرة لكن لونتور في الخروج بالكورة لكن المشكل كان يلقاها الترجي التونسي في بناء الهجمة اليوم الماتش اللي فات ما لقاشو. لكن نرجع ونقول راهو يا اسلام الماتش ماهوش ريفيرونس راهو الفرحة الهستيرية انا اللي ريتها في جانب كبير من جمهور الترجي التونسي وخاصة صديقي سمير الوافي راهو هذا ماتش مش تبني عليه ما تنجمش تبني عليه تيمو سمير الوافي في فيسبوك معناتها خوضها الدنيا على 8 تاع الترجي التونسي. لكن سيد احمد شوف ثم مؤشرات راهي تدل على فريق قوي ولا فريق متوسط. اوكي نمشي معاك الفريق تقول لي متوسط ولا ضعيف فنيا لكن شكون اللي خلاها هكاك راهو القيمه نتاع الترجي واللاعبين الموجودين والابليكاسيون اللي كانت سيرتيرا حاجه اخرى طلق اخي منافس ماهوش رفيق انت فاهمين مش لكن بالله لحظه تو في السي اس اس كنت نقول تخوي ما نحقلوش المنافسين وفريق من بوراندي ومن عرف شنو نحترموه لا 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 يا اسلام لا مجال المقارنه وقلت له قبل لا مجال المقارنه بين المنافس اللي لعب النادي الصفاقسي بين الفريق الصومالي حتى اللاعبين والكاليتي جوير اللي لعبت الكاليتي جوير نتاع الترجي ماهمش نفسهم الكاليتي جوير اللي لعبوا في مع السي اس اس باش نبدو واضحين. مجدة مجدة خلنا نسألك أنا المقابلة ظهر لي بعنوان يوسف البلايلي عمل كل شيء في المقابلة حبيت مروان يكون حاضر مش نسألوا السؤال هذا هو يتبع فينا ويتوارش فينا مروان يوسف بين اللي ورطول تسعة بونتو جيبه مروان كان موجود في الماتش أو في رادس شي عمل جمهور قاعد يتغنى به دونك حاضر. شوف أنا يوسف البلايلي تكلمنا عليه وقلنا